ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الهدف الرئيس من وجود الإنسان في الكون، والغرض من خلقه، لم يجعله الله تبارك وتعالى مخفياً يحتاج إلى بحث وتنقيب، ولكن الله جل وعلا نص على الغرض من الخلق الإنساني فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي الغرض من خلق الإنسان، وهي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فحركة الحياة جميعها تكون عبادة لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، لأن كل ما يحبه الله رب العالمين من عمل أو قول، ظاهر أو باطن، فهو عبادة لله رب العالمين. حتى إن الأعمال التي هي من قبيل العادات تتحول إلى عبادات بالنية الصالحة، فالموفق تتحول عاداته إلى عبادات، وأما المخذول فتتحول عباداته إلى عادات. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن استقرار القلوب واطمئنان النفوس وهدوء الباب وانشراح الصدر إنما يأتي من توحيد الهدف. أما إذا ما تشتتت على المرء أغراضه فإنه يتوزع بكل سبيل، ويتفرق همه عليه حتى يصير مشتتا، لا ينجمع له حال، ولا يستقر له بال، ولا ينعم باللذائذ التي جعلها الله مبذولة للخلق في الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جعل الهموم همًا واحدًا، يعني هم آخرته، كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه. من جعل الهموم همًا واحدًا، يعني هم الآخرة، جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن تفرقت به الهموم في أودية الدنيا شتت الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله تعالى له. فالمرء في هذه الحياة موجود لهدف، مخلوق لغرض، إذا حققه توافق الوجود مع الغرض، وتلاءم الوجود مع الهدف، وحينئذ يصير مستقرًا في الحياة، لأنه حقق الوظيفة التي لأجلها خلق في الحياة. قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد ضاربًا المثل الحسي لأمر معنوي حتى يقرب لنا البعيد وحتى يجلي لنا الغامض: ضرب الله مثلًا رجلًا فيه شركاء متشاكسون ورجلًا سلمًا لرجل هل يستويان مثلًا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لو تأملت في هذا المثل وتأملت في السؤال نطقت بالجواب من غير تتعتع ولا توقف: ضرب الله مثلًا رجلًا فيه شركاء متشاكسون
هذا مملوك لجملة متنافرة متناحرة من الأشخاص، شركاء متشاكسون، هذا يأمره أن يفعل والآخر يأمره بأن لا يفعل، هذا يأمره بأن يقوم وهذا يأمره بأن يقعد، فهو مشتت حائر متبلبل الخاطر متقلقل الوجدان، لا يستقر على قرار، لا يهدأ يوما ولا ينعم له جفن بغمض، وإنما هو حائر ثائر فوار موار لا يستقيم له حال. تأمل في حال هذا الرجل المسكين، رجلا فيه شركاء متشاكسون كلهم له فيه نصيب، وهو مدين لهم جميعا بسمع وطاعة، هذا يأمر وهذا ينهى، هذا يحرك وهذا يسكن إلى غير ذلك من تلك المتضاربات، ورجلا سلما لرجل، وآخر مملوك لرجل واحد له هدف واحد ومقصد واحد، فهذا مستقر، هذا هادئ البال، مرتاح الضمير، متحد الغرض، متسق الهدف، هذا لا يمكن أن يصيبه ضير بحال. هل يستويان مثلا؟ كل من سئل يقول لا يستويان مثلا. يقول الله جل وعلا الحمد لله لقد نطقتم أنتم بأنفسكم عن إجابة السؤال، فلتعلموا أن هذين المثلين قد ضرب للموحد والمشرك، فأما الذي فيه الشركاء المتشاكسون فهو الذي توزع إيمانه شركاء كثيرون، وأما الذي هو سلم لرجل فهذا هو الموحد، يعبد إلها واحدا ويقصد بعبادته ربا واحدا ويتوجه إلى وجهة واحدة، غرضه واحد وهدفه واحد واستقامة طريقه لا جدال عليها ولا مزايدة. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إن الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه آية فزع منها الأصحاب حتى جثوا على الركب متسائلين عن المعنى، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن من شاب إيمانه ظل فإنه لا ينعم بأمن ولا هداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظن الأصحاب أنه يعني الظلم العام مما يكون من ظلم المرء نفسه وظلم المرء إخوانه وظلم المرء أهله إلى غير ذلك مما يقع من صور الظلم في الحياة، إلا أن رسول الله بيّن أن المراد هنا بالظلم الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين يوحدون توحيدا صحيحا لا يشركون بالله رب العالمين، فهؤلاء لهم الأمن دنيا وآخرة، وهم مهتدون في الدنيا ومهتدون في الآخرة إلى مكانهم في الجنات يهديهم الله تبارك وتعالى سبل السلام. إن الحياة على ما فيها من ضنك وما فيها من جور وما فيها من ظلم وما فيها من فساد جعلها الله رب العالمين منحة مع ذلك لمن استغلها استغلالا صحيحا، فإن الحياة منحة ومحنة. الحياة منحة لمن وظفها في الغرض الذي لأجله وجد فيها، فإذا عبد الله رب العالمين عبادة صحيحة واتقى الله رب العالمين في حركة حياته من ظاهر وباطن، فاستقام قلبه على توحيد ربه وخلصت نيته لله ربه الذي خلقه، ثم استقام جسده على الصراط المستقيم يتحرك في الحدود المسموح بها، لأن الإنسان إذا تحرك خارج الإطار فلا بد أن يجد المشقة والنصب والعناء في الحياة. فإذا وجدت تعبا في حياتك وارتباكا في حركتها فتأمل في موقعك الذي أنت فيه، لعلك قد خرجت خارج الإطار في الأمر والنهي. لأن موسى عليه السلام
لما أمره الله رب العالمين أن يذهب للقاء العبد الصالح بيّن له أنك ستجده ومعه حوت في مكتل، وقد كان ذلك كذلك، فإذا وجدته فالزمه ولا تتعد. فلما تعد الإطار فلقي العبد الصالح على الموضع المعروف بالعلامة المقررة، وذهب الحوت من المكتب وصار وراء ذلك خطوات كثرت أو قلت، وجد النصب والتعب. وموسى هو موسى، ما قال وجدنا من سفرنا هذا نصبا إلا بعد أن تجاوز الأمر والنهي، فكل من خرج عن الأمر والنهي لابد أن يجد النصب في الحياة. تعبك في حياتك لتجاوزك أو لتقصيرك، أن تقع دون الهدف أو أن تتجاوز الهدف، إذا استقامت لك الأمور. فإن من شاب شيب له، ومن كدر كدر عليه، ومن صفى صفي له. فمن صفى فلا بد أن يصفى له، ومن شاب شيب له، ومن قدر كدر عليه. وإذا أردت أن تعرف عنده مقامك فانظر فيما أقامك، إذا أردت أن تعرف عنده مقامك فانظر فيما أقامك، فإن أقامك في مرضاته فلك عنده مقام، وإن أقامك في معصيته فلا مقام له عند، فلا مقام لك عنده. ولا تلومن إلا نفسك. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من حقق العبودية في الحياة، يجلس على الأرض ويقول آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. على قدر تحقيقك للعبودية، على قدر كونك عبدا لربك الذي خلقك وخلق البرية، على قدر سعادتك في هذه الدنيا. وأما إذا ما خرجت عن إطار العبودية، ولا يمكن أن تخرج عن إطار العبودية العامة، لأن العبودية على قسمين، عامة وخاصة. فأما العامة فالبر والفاجر والمسلم والكافر حتى إبليس عبد لله، بمعنى أنه مقهور مربوب مسخر لا يخرج عن نطاق العبودية، عبد مخلوق. هذه هي العبودية العامة، وليس الشأن في هذه، وإنما الشأن في العبودية الخاصة. العبودية الخاصة أن تأتي بما أمرك الله رب العالمين به، وأن تنتهي عما نهاك الله عنه، كالمحبة عامة وخاصة. فأما العامة فالناس كلهم كما تعلم يمكن أن يدعوا محبة الله جل وعلا، وأما الخاصة فهي التي فيها الشأن، وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن كل الشأن أن تحب. فنسأل الله أن يمن علينا بتحقيق العبودية، وأن يجعلنا عبادا لله رب العالمين حقا وصدقا، إنه تعالى على كل شيء.